الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وده كان بزيادة مكافأة الامتياز للتمريض العالي ل 2000 جنيه، كمان زيادة مكافأة الامتياز للتمريض المتوسط ل 1000 جنيه. فخلونا نفهم ونعرف تفاصيل أكتر عن القرار من الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيكي. صباح الخير عليك وأهلا بيكم. يعني في البداية حابين نعرف من حضرتك، القرار ده هيتم تطبيقه على الدفعة الحالية ولا الدفعة الجديدة؟ هو المفترض ان شاء الله القرار يتطبق على الدفعه الحاليه، لان موافقه فخامه الرئيس كانت من فبراير السنه اللي فاتت، احنا بقى لنا سنه تقريبا بالظبط. ووزاره الصحه في الحياه والتعليم العالي تواصلوا مع الماليه، والحمد لله يعني اترصدت الميزانيه، والقرار زي ما حضراتكم شفتوه كده طلع، واحنا بنشكر فخامه الرئيس جدا. حضرتك انت قلت زياده الامتياز البكالوريوس والفنيين، هو الفنيين ما كانوش بياخدوا خالص في الحقيقه. فكون ان هم ياخدوا مكافاه 1000 جنيه شهريا في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها، في خطوه ايجابيه جدا. ومكافاه امتياز البكالوريوس كانت متفاوته حسب كل ميزانيه كل جامعه او كل كليه، فممكن منها اللي بيصرف 400، منها اللي بيصرف 600. نادرا جدا لما نلاقي يعني يمكن كليه التمريض الوحيده اللي بتصرف المكافاه كامله من صندوق الجامعه هي بورسعيد. ف يعني اترصد لها لينا طبعا، والعلاج الطبيعي والاسنان مش احنا بس، صحيح، يعني ميزانيه سنويه من وزاره الماليه من باب اول. طب عايزين نعرف ايه الفرق بين امتياز بكالوريوس التمريض وفن التمريض، والمكافآت دي يعني هتتصرف امتى يا فندم؟ هل بتتصرف في بدايه التدريب ولا بعد انتهاء؟ حاضر، هقول هي اولا بتتصرف امتى. هي مكافاه شهريه في السنه الامتياز. السنه اللي احنا بكالوريوس التمريض بندرس 4 سنين عشان ناخد البكالوريوس، وما بناخدش الشهاده غير او الترخيص مزاوله المهنه غير بعد سنه الامتياز. سنه 12 شهر كامله بنقضيهم عملي بنسبة 100% في المستشفيات. فالمكافأة بتصرف شهريا. الفنيين بيدرسوا يعني لو بعد الإعدادية 5 سنين و6 شهور امتياز. الفني ليه 6 شهور فقط امتياز في المستشفيات، والمقابل ليها برضو شهري الألف جنيه إن شاء الله. طب دكتورة كوثر، هل في تخصصات تانية تم ضمها للقرار السابق؟ هو فخامة الرئيس لما وافق في الحقيقة كان معروض عليه العلاج التمريض والعلاج الطبيعي والاسنان، وطلعوا في قرار واحد برضه الثلاث فئات، لان الاطباء كان طلعوا بقرار لوحدهم قبلينا يعني. في الحقيقه احنا ما نقدرش ننسى ابدا يعني جهود التمريض، وخصوصا في مكافحه فيروس كورونا طبعا. كانوا يعني ابطال، وهم كانوا كلمه السر في زوال هذا الوباء، وما زالوا ابطال والله يعني. في على الكلام الجميل ده صحيح. يعني ازاي الدوله بتستثمر في ده يا فندم؟ يعني وجهه نظرك بعد يعني بشكل شخصي حضرتك نقيب التمريض، هقول لك بقى بشكل شخصي ازاي الدوله تستثمر في الفتره الجايه. في الحقيقه انا ما انساش ابدا، لان انا يعني سافرت معظم دول العالم، وبحضر الاي اس ان اللي هو المجلس الدولي للتمريض والقباله على مستوى العالم، وبتعجبني قوي في الحقيقه تجربه فلبين في استثمار التمريض كمصدر دخل قومي للدوله. عظيم. فلبين بيصدروا لدول العالم ما يقرب من 10,000 ممرض وممرضة لكل دول العالم. ومش عايزة أقول لحضرتك إن أنا في لجنة معادلة الشهادات، ويعني في وزارة الصحة، وكنا بنقارن ما بين اللي احنا بندرسه وكل الدول بيدرسوه. احنا بندرس مناهج قويه جدا، والتدريب العملي بتاعنا قوي جدا. فاحنا محتاجين نعمل خطه ممنهجه فعلا للاستفاده من التمريض المصري كسفراء للدوله وكمصدر دخل قومي، نفي بالاحتياجات بتاعتنا ونبدا نصدرهم بشكل اخر. وانا في الحقيقه يمكن عرضت على معالي الوزير استاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وقال لي احنا محتاجين فعلا يعني ناكد ونركز على تطوير التعليم، خصوصا التعليم الفني واللغه. طب يعني اللغه الانجليزيه عشان نقدر فعلا يا دكتور، يعني حضرتك قلتي ان احنا بنعمل ايه، ولكن ايه بقى؟ طبعا طبعا. أيوة. ده ولكن دي نحط تحتيها مليون خط. عندنا أولاً ايه بقى المشاكل؟ في الحقيقه احنا محتاجين نطور في التعليم الفني للتمريض، والدراسه تكون باللغه الانجليزيه طبعا. دي مهمه جدا عشان اقدر انافس واقدر انزلهم لسوق العمل العربي يعني والدولي. ده رقم واحد. رقم اتنين في الحقيقه يعني احنا محتاجين من مصر اللي بيسافر سواء اطباء او تمريض، خلينا نركز اكتر على التمريض، بيسافروا بصوره شخصيه واجتهادات شخصيه. انا عايزاها تبقى خطه للدوله. يعني انا مش عايزاهم يتسربوا ويحصل تسرب للخارج، لا انا عايزه في الحقيقه انا ما عنديش لغايه دلوقتي حصر كامل للمسافرين خارج مصر في النقابه.
فيعني هم كل واحد كده بيجتهد باجتهاد شخصي. لا احنا عايزينها خطه من الدوله لتطوير التعليم الفني والعالي كمان البكالوريوسات، ونعمل يعني نفس نهج الدول اللي دلوقتي انا عايزه اقول لحضرتك يعني جنوب يعني دلوقتي كل شرق اسيا بياخدوا العالم في التمريض، وفي اغلب العماله بتاعت الدول العربيه دلوقتي من شرق اسيا. طيب دكتوره كوثر، احنا اصلا ازاي نقدر ان احنا نجذب الطلبه انه يدخلوا كليه تمريض؟ احنا شفنا دلوقتي بعض الكليات الخاصه الجامعات الخاصه ابتدت تدخل كليه التمريض فيها، ازاي نجذب عدد اكبر من الطلبه في جامعات حتى حكوميه كمان واهليه وغيره؟ انا مش محتاجه اجذب، انا كان عندي 85,000 متقدم على كليات التمريض السنه دي، السنه الدراسيه 22 23. انا مش محتاجه اكذب، انا محتاجه اعمل حاجه اسمها ريتنشن بوليسي، محتاجه اعمل خطه للحفاظ عليهم لعدم التسرب للقطاع الخاص في مصر. او طبعا القطاع الخاص محتاج، بس اغطي القطاع الحكومي بتاعي ويسافروا ومش تسرب ومش وما يسيبناش. يعني انا عايزه اقول لك ان المانيا دلوقتي والسعوديه والكويت فتحوا والامارات للتمريض المصري بشكل يعني، وتواصلوا معايا كتير جدا وخصوصا في بدايه كورونا. المانيا كانت عايزه من غير شروط، وطبعا انا قفلت السكه لان ما ينفعش ان التمريض يبقى محتاجين له في مصر في ازمه وكارثه زي اللي احنا كنا فيها. الحمد لله عدت على خير وتعدي الفتره الجايه يا رب. ونقول لهم سافروا بقى وسيبوا البلد وما تخدموش المواطن واهالينا. يعني احنا بالفعل عندنا عدد كافي على الورق، عندنا عدد كافي، بس في القبول في الحقيقه عايزه اقول لك ان الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى عندنا عدد كافي مع تحسين الاحوال، كل احوال التمريض، الاحوال مش بس ماليه. صحيح. مش بس ماليه. على كل حال يعني بنشكرك الدكتوره كوثر محمود نقيب التمريض، شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم.